حاشوب الشهداء هذو يعني تشوف تقول يعني صور تاع الشهداء هذو هنا في جبل دوانا بوبارا في بوبارا ايه اللي بقى بس هذو زوج خاوة هذو زوج خاوة هذو قريب يعني هذو زوج خاوة منا هذا وعدو هذا في زوج ايه صار صغار يا ابو هنا شكلك يا مكة هذا كان شيخ ستة اسمي بلاش علي مولود في 31 جانبي 1935 بلدية بوغرة ولاية بوليدة السن في للتحقيق في الثورة كان في عمري 22 سنة مالي كيف كان التحاق تاعك بالثورة الجزائرية؟ التحق بالثورة الجزائرية في سنة 56 يعني التحقت بالمنظمة السرية لجيش التحرير الوطني بديت في المسؤولية تاع لقط الاشتراك والأدوية يعني ادوات تاع اللي باه يدو فيهم يعني مقاس ولا اسعافات اوليه ايه نجيبوهم من السبيطار نقول يعني عندنا اتصال مع السبيطارات الجزائريين يخدموا السبيطارات نجيبوهم ونسلموهم للناس اللي في الجبل يعني منا مالي هل شاركت في المعارك اللي قادوها الثوار انذاك؟ لا انا ما طاش الجبل انا كنت في المنظمة السرية لجبهة التحرير الوطني كنت متكلف ب يعني اتصال يعني منها أدوية لباتوغا كانوا في ذاك الوقت يحبوا الصبابة يقولون باتوغاس لبسة تاع عسكر نجيبوها نطلعوها الجبل تخريب يعني معناها عملية تخريب يعني سابوتاج يحبوا الاخر براوات كما قلت لك واحد ما شغر واحد يعني جابوا لنا براوات حبوا المجبل بهن سلموهم يعني البحث المواطنين سلمناهم وما ناش عارفين واش في البراوات هذوك واش ما يعني الاخر خنا الدور تاعنا وتوصلها هذه وقت بقول الدور تاعنا عمالي ما هي زعما نقولوا الذكرى اللي تبقى لك في راسك ما تنساهاش الذكريات يعني تاع الثورة بزاف ولكن الدورة هنايا عطينا ذكرى أسوأ عشتها انت وذكرى جميلة الذكرى اللي أسوأ اللي عشتها انا تعذبت يعني تحكمت وتعذبت عدة خطرات يعني تريسيتي وتعذيب بالاخر ولكن التعلاق علقوني التعلاق هذاك اللي يعني اثر عليا وبقى مازال مأثر عليا اليوم هذا وش هو يأثر بك هذا الوقت وش يدير لك هذا الوقت يعني عندي اعضاء في يدي يعني هذو اعضاء في يدي كي يوصل البرد يموتوا ومن بعد يقولوا يحيوا وحدهم محبوقوا صباعتين يعني يحيوا وحدهم يعني هذا من التزيار تاع والعلم تاع تعلق يعني وش من الحاجه الجميله اللي تبقى لك في راسك الحاجه الجميله هو يعني كي توقف في الحرب وجات الاستقلال يعني معناها هذاك هو الشيء اللي بقى يعني في حياتي انا يا محسوب يعني اسعد يوم في حياتي هو عيد الاستقلال يعني توقف الحرب وجاء الاستقلال يعني 3 أو 4 شهور من بعد هذا هو اسعد حياتي اما لي وشنو هي الرساله اللي تقدر توجهها لنا لينا كشباب انا الشباب دوك الله يهدي احنا جزنا من هذا الباب هذا ولكن كل جيل وجيله والجيل اللي يجي فيه رجال ما نقولوش حب نقول يعني الجيل تاع اليوم فيه رجال وحنا نتمناو يعني باللي هذا بعد الاسره الضيقه تاع بنادم يعني الاسره تاعو
الأسرة الكبيرة هو الوطن تاع بنادم، الوطن تاع بنادم تاع بلاده يعني الإنسان، نحافظوا على الوطن هذا. إلى الناس هاد الناس ما عاشتوش يعني العالم اللي عشناه احنا والاستقلال اللي عشناه احنا يعني السعادة كبيرة، ولكن على الأقل اليوم راه وقت البناء والتشييد، يعني الناس يقوموا في بوطنهم يعني باه يشيدوه وباه يبنوه. البلاد اللي فيها الحمد لله دوكا 11 مليون تاع يعني منها ثلاثة أطوار تاع سلك التعليم وبالإطارات تاعهم وبشي، يعني هذه البلاد لازم يحافظوا عليها، يحافظوا عليها والاستقلال هذا يعني منها كما نقولوا ما جاش يعني الثمن تاعو هو الدم، يعني الدم تاع الشهداء الله يرحمهم اللي بحبوا رانا عايشين احنا اليوم سعداء ورانا نستفادوا من هذا اللي خلاوها ما وهذا يعني معناها احنا كيما يقولوا امانه في رقبتنا وفي رقبه الجيل اللي راه طالع، يعني باه يحافظ على البلاد هذه ان شاء الله يحافظوا عليها، ونقول الله يهدينا ويهديهم اللي حبقوا اللي يعني معناها ضالين على الطريق، ولا الله يهدينا ويهديهم وان شاء الله حبقوا يعني معناها يكونوا احسن خالف لاحسن سالف. عمالي يقول لك كاين قاسم مشترك بين الثوره الجزائريه وما يحدث الان في عند خاوتنا الفلسطينيين. دوك يعني كاين عده اشياء، احنا بكري كان يعني القرى، القرى يعني منها الدشرة كانوا يحرقوهم بالطيارات، يحرقوهم من هذه داروا مناطق محرمة في 57 وقبل كان يحرقوهم بالطيارات، يعني يحرقوهم محبولوا الاخر، ومن بعد كي داروا مناطق محرمة يعني الحاجة يلقوها هايشة، ولو حاشكم بغل ولا حمار ولا اللي يلقوها ثم يقتلوه يعني بنادم ولا هيشة. وهما اليوم راهم يسموهم يعني معناها إرهاب، واحد اللي قارد بالحجرة يقاردوا كانوا مساكن قبل ما يوصلوا، الحمد لله إن شاء الله يوصلوا ولا يعني هذو حماس ولا خلوا يوصلوا إن شاء الله حتى يديروا أسلحة متطورة ويستقلوا إن شاء الله ربنا ينصرهم. ولكن كيف واحد اللي قارد بالحجرة تقول له تسميه تدير له لاقب اللي يحبقوا الإرهابي، وواحد اللي يجيب سطوله ويحبقوا له يحاميه يقتل أبرياء، هذا يحبقوا يعني منها تسمي يحبقوا بلي هذاك هو اللي المسالم كما راهم يقولوا مسالمين. احنا هذا كان عندنا القسم المشترك في البداية تاع الثورة، كانوا يعني ما يقولوش مجاهد، يقولوا فلاقة، يقولوا حبقوا الخارجين على القانون، يقولوا حبقوا لي زولار، ما يقولوش حبقوا يعني مجاهدين، كانوا يلقبونا هكذا. ولكن كان يعني بفضل التضحيات تاع الشهداء وتاع المجاهدين وتاع كذا التضحيات يعني وصلنا الحمد لله باه يعني جانا الاستقلال واعترفوا بحبهم بجيش التحرير الوطني واعترفوا بجبهة التحرير الوطني واعترفوا بالشعب الجزائري. واحنا نتمنى ان شاء الله نفس الشيء الغزة، يعني هاد التضحيات ان شاء الله والابرياء هذو اللي راهم يعني يروحوا كل يوم، يعني 70% منهم اطفال ونساء، ان شاء الله هذا الدم هذا ما يروحش هذا بالمنطورة، إن شاء الله ربي يحبقوا لينصرهم وإن شاء الله يحبقوا لينالوا يحبقوا يعني الاستقلال تاعهم ويستعرضوا بهم بلي يحبقوا كإنسانية ك يعني جنس فلسطيني فوق الأرض هذه. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.